أباح الإسلام الطلاق كضرورة لامتناع تحقيق المقاصد التي لأجلها شرع الزواج، ومن أهمها السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، كما قاله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أيها المؤمنون، في هذا الزمان ارتفعت معدلات الطلاق بصورة كبيرة وتساهل الناس فيه، فعند أي خلاف بين الزوج وزوجته يطلقها مباشرة أو تطلب هي الطلاق دون النظر إلى العواقب وما يترتب على هذا الطلاق من أضرار على الأسرة والأولاد، مع أن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى في ذم السحر وبيان بعض مما يفعلون من الباطل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. عباد الله، إن للطلاق أسباب كثيرة، بعضها يرجع إلى الزوج وبعضها يرجع إلى الزوجة، وأحيانا يكون الأهل سببا في ذلك. فعدم قيام أحد الزوجين بحقوق زوجه، وهذا يرجع إلى الجهل بأحكام الزواج وضعف الالتزام بالشرع وظلم الزوج لزوجته أو إهماله لها وعنفه وقسوته في التعامل معها، واكتشاف الزوجة انحراف زوجها، قد يكون مدمنا للمخدرات أو شاربا للخمر أو ذا علاقات محرمة بالنساء. ومن أسباب الطلاق سوء أخلاق الزوجة وإهمالها لزوجها وانشغالها عنه وتسلط الزوجة على زوجها وكثرة طلباتها. ومن ذلك جفاف مشاعر المودة والمحبة بين الزوجين، فالزواج أرقى من أن يكون علاقة جنسية جسدية فقط بين الرجل والمرأة، فالأحاسيس والمشاعر وإظهار الحب والكلمات العاطفية لها دورها في تقوية هذه الرابطة الزوجية. ومن الأسباب أيضا عباد الله تدخل الأقارب في الحياة الزوجية، خاصة أهل الزوج حين يكون العيش في بيت واحد، فالمشكلات التي تقع بين الزوج وأم زوجها أو أخته تؤثر على علاقة الزوج بزوجته، وقد حدثت طلاقات كثيرة بسبب أن الزوج لم تحتمل العيش مع أهل الزوج، وحين تسأل عن زوجها تثني عليه خيرا. وفي المحصلة فإن كل سبب للخلاف والشقاق بين الزوجين قد يتطور إلى أن يطلق الزوج زوجته أو تطلب هي منه الطلاق حينما تستحيل العشرة الزوجية بالمعروف، ويرى أحد الزوجين باستحالة استمرار عيشه مع الآخر. أيها المؤمنون، عباد الله، إن الطلاق ليس الحل الأمثل لمشاكل الأسرة لما قد يترتب عليه من مفاسد وأضرار. الأضرار هي النفسية السلبية على الرجل والمرأة، فقد وصف الله الزوج بالسكنى، فقال تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فانفصال الزوجين عن بعضهما يعزز الشعور بالندم والحرمان ومرارة الفشل وخوف المطلقة من نظرة المجتمع إليها، واهتزاز ثقة الرجل بنفسه في إنجاح حياة زوجية أخرى. ومن الأضرار عباد الله تشتت الأسرة، خاصة إذا كان لدى الزوجين أولاد، فيتشتتون بين الأب والأم ويعانون هذا الشقاق والانفصال وهم بحاجة ماسة إلى حضن الوالدين معا، وربما سمعوا كلاما سيئا من أبيهم عن أمهم
أو من أمهم عن أبيهم فيؤثر في نفسيتهم، وقد يحملان مشاعر الحقد والكره على أحد الوالدين نتيجة للشحن الخاطئ من أحد الوالدين تجاه الآخر، وأحيانا يدخلان في مجال النزاع القضائي في من يؤول إليه الحضانة من الوالدين، وقد يتخلى أحد الوالدين عن أولاده نكاية بالآخر. ومن الأضرار أيضا عباد الله انحراف الأولاد، حيث يعيشون فراغا عاطفيا، وذلك لعدم وجود الأسرة مجتمعة مستقرة والتي يتربون في ظلها تربية سليمة، فتكون التربية منقوصة لفقد أحد المربين، إذ قد تكون الأم ضعيفة أو مشغولة عن أولادها، أو يكونون مع زوجة أبيهم التي قد لا تراعي الله تعالى فيهم، فيتركون هملا لأصدقاء السوء وفساد وسائل الإعلام. فالأولاد بحاجة إلى إشراف الأب وحنان الأم معا، وفقد أحدهما يؤثر عليهما سلبا. ومن الأضرار أيضا عباد الله الشقاق بين أسرة الزوج وأسرة الزوجة، وأحيانا يكون بين الأسرتين صلة قرابة، فتنقطع الأرحام بعد الطلاق بسبب الجهل بالشرع، وتحل البغضاء والشحناء، بل قد يطلق الزوج زوجته بلا سبب إلا أن أخاها طلق أخته، ويشتد النزاع ويتفاقم الخلاف بين الأسرتين، حين يتحول الطلاق إلى قضايا في المحاكم بسبب النفقة والحضانة وغير ذلك. ومنها أيضا عباد الله انتشار الفواحش في المجتمع، فإذا كان الرجل أو المرأة ضعيفي إيمان لا يخافان الله تعالى، أشبع شهوتهما بالحرام وانساق وراء ملذاتهما. ومن أضرار الطلاق أيضا كثرة العوانس، فالمرأة غالبا ما تكون ضحية لهذا الطلاق، لأن الرجل يتزوج أخرى. أما المطلقات فأكثرهن يبقين بلا أزواج نظرا لنظرة المجتمع السلبية للمطلقة، فهم يحملونها غالبا سبب الطلاق أو يخشون تكرار التجربة الفاشلة معها. أيها الأزواج عباد الله، إياكم والتسرع في أمور الطلاق، فقد قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تنظروا إلى زوجاتكم من زاوية واحدة فقط، وازنوا بين الحسنات والسيئات، فإن رأيتم في زوجاتكم بعض النقص فتقبلوه لما فيها من حسن وفضل في أمور أخرى. تأملوا ما تصنع الزوجة لكم من خدمات كثيرة، وقوموا إعوجاجها بحكمة وحسن تصرف، واسعوا إلى حل خلافاتكم مع زوجاتكم وفق شرع الله تعالى، وتدرجوا في معالجة نشوز زوجاتكم. وقبل ذلك تفقدوا أنفسكم أولا، لعل الخطأ منكم والعيب فيكم، فلا تظلموا زوجاتكم بالطلاق إذا علمتم أنهن غير مخطئات، كما لا ترجون أن تظلم أخواتكم. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه وصية نبيكم عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون اقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم في حسن معاشرته لأهله، وتحمل ما قد يحصل منهن نظرا لطبيعة المرأة، فقد عانى أحيانا من زوجاته وهن أمهات المؤمنين، حتى كان عليه الصلاة والسلام يضطر إلى هجرهن، وربما غضبت عليه إحداهن فيصبر عليها. هكذا هي البيوت، وهكذا الحياة الزوجية. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبة. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك.